لا بلاتي بما يطلعوا الناس في اللايف. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الان مع هذا الشاب اللي في مقتبل العمر كيكافح كيف ما كنقولوا باش انه يصرف على الوالدين ديالو، خاصة الاب ديالو اللي مريض وطريح الفراش، ولكن للاسف المدخول ديالو للخدمة ديالو راه ما مساعداش باش انه يوفر الوالدين ديالو كل شيء. هو اللي عند الوالدين ديالو، هو الابن الوحيد. كيف ما شفتوا معنا ولا كيف ما شفتوا في العنوان، انه تخدم غير في المقبرة، يعني مرة يصور مرة ما كيصور والو. كنعرفوا مع هاد المعيشه ومع هاد الغلا، والاب اللي مريض وخاصو ليكوش يوميا، ياك خاصو ليكوش والادويه. يعني هاد الشاب هذا التقهر كيف ما كنقولوا تغلب، ما بقاش قادر. بغى الناس المحسنين داخل وخارج ارض الوطن يوقفوا معاهم ويساعدوهم باش انهم يوفروا لهم ليكوش ولا يعاونوهم في المعيشه. حتى شي جمعيه الا كانت كتكلف بليكوش لهاد السيد هذا تكلف ليه بليكوش ديالو، حيت السيد طريح الفراش دابا مده 7 سنين. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام. النداء ديالي المحسنين اختي هو يوقفوا لي مع والديه، يعني يوقفوا لي مع والديه حيت انا اللي عندهم ويديرهم والديهم. يعني اقسم بالله العلي العظيم اختي تقهر صافي، يعني ما كاينش الباديه، يعني ما كاين لا جدي لا والو. يعني جدي اللي كان عاطينا الدار خلصوه في النص، ولا كيقول لهم عطوني النص ولا نجر عليكم. يعني ما وصلاش بيا العظم، يعني ما عقلنا حتى شي واحد. يعني الباب الوحيد اللي عندنا هو ربي. كنمشي كنحط درهم من الروض، يعني ما باغي لا حرام لا والو. يعني كنخدم في المقبره، اللي كان كيشوفني راه غادي يشوفني في هذا الفيديو هذا، كنخدم في المقبره. يعني نهار يجي بنادم نهار ما يجيش، يعني ما كيجيش بنادم يوميا. كنقدر ماشي نصور 60 درهم، يعني من ناحيه غادي نجيبها للوالد لي كوش، من ناحيه غادي نجيبها ماكله لينا، من ناحيه امي مريضه ما فهمتش اقسم يعني بالله العلي العظيم. يعني شحال الاب ديالك مريض؟ دابا غادي 7 سنين. يعني تشديش خرج من الحبس، لقيت الوالد ديالي طيح بحكم، باعوا الدار باعوا كل شيء. يعني جريت بيه الوالده ما خلاش ما دارش، ولكن السبيطارات كلهم كيقولوا لها صافي دير الدار تدير الوفاه ديالك. يعني ما كاينش الامل في العلاج ديالو. هاي طلعت الرباط اختي، عطوني هاد الورقه هادي، يعني فهمتيني. يعني من وراء اختي تعرفت على واحد من الناس، درت واحد الفيديو تعرفت على واحد من الناس اللي فهمتيني، جات وقفت ليل في الاول مع والديها ما خلاش ما دارت. هي تقهرات، ولكن بالنسبه للمسكينه هي عندها جوج وليدات وفهمتيني، عندها ظروف ديالها، ما نلومهاش انا حيت مشات ولا فهمتيني. ولكن الحمد لله على اي حال، انا كنتمنى دابا من شي محسن ولا من شي واحد اللي قلبه حنين من عند ربي يحن فهاد الوالدين هادو، ما يحنش فيها انا. انا بغيت غير اللي يوفر لي كوش، اللي يوفر الوالد ديالي لي كوش ديما، واللي يقدر مثلا يعطيني شي خدمه فين غادي نخدم انا، وانا نهز والدي ما عنديش مشكل. حيت كيبقى والدي حتى ما هزوني فهمتي، ما والو. قلب شي اختي هما اوراق ديال الرعايه، مشيت الرعايه عادت ادمان السجانه، يعني كنت عليهم على موطور. يعني واخا نبغي نحضر كاع موطور اللي غادي نخدم به ولا كروسه ما كاينش. يعني انا 80 درهم ولا 60 درهم اللي كنصور كتخسر في نص ساعه مع هاد الغلا، مع هاد ما كلشي غلا اختي. غا الزيت ما بين الزيت دقيق سميت وصافي مشات 100 درهم وما غادي دير ليا والو. يعني صافي كلشي طلع. انا ما كنتمنى والو، كنتمنى من شي واحد ماشي يعاوني انا، يعاوني غير في ليكوش ديال الوالد ديالي. الله يجعل ربي يسهل عليه، والله يخلي لي والدي اللي كانوا في الحياه ولا ماتوا الله يرحمهم، الله يجعل ربي يسكنهم جنات الفردوس الاعلى ان شاء الله. واش بغيت تقول اخويا الناس اللي قادرين انهم يوفروا لك خدمه ولا يوفروا لك اي واحد قادر يعاون بشي حاجه يعاون بها، واش بغيت نقول لي؟ الله يرحم لك الوالدين وخيرك، ما عمرني ما ننسى، وربي اللي غادي يخلف لك. ربي ربي اقسم بالله العظيم تغلبت من جيش والدي. شحال عندك من عام؟ عندي من عام 24 عام. باقي صغير يعني باقي صغير، باقي نخدم، باقي ندير بزاف ديال الحوايج. انا نقدر ندير والدي ومولداتي، يعني محتاج غير اللي يعاوني الدفعه الاولى، يدفع بها المره الاولى صافي. ما نكذبش عليك كاع البيبان سدوا لي في وجهي، يعني جوج الحوايج اللي كيبانوا لي يا اختي حرام ما باغيش ندور جيش، يعني كتعب عليه ما باغيش. علاش؟ حيت نقدر نتشد نخرج القبة وتاني ميات ولا القمة ميتة ولا مي في طريق مرضاش، في طريق انا والوالد ديالي مرضاش، ما خلاش ما دارش مسكينة تقهرات. ملي مريضة دارني رجليها، وعند مريضة بالقلب هو دوسي ديالها كاين كامل، ف
فهمتي، وكتمشي كتمشي كتخدم كتجفف عند الناس باش تجيب الوالد. بعض المرات انا نقدر نمشي نخدم نحضر 60 درهم، هي كتمشي تخدم ب 1000 ريال باش يلاه 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 نتقدم مع هاد الحياة. حنا ما طالبين والو، طالبين من شي واحد اللي مسخر لي ربي اللي عطاه ربي رزقه يعوضنا بشي حاجة، فهمتي، يعوضنا في الكوش ديال الوالد خير. ما عمرني ما غادي ننسى الخير اللي غادي يدير فيا، ولا يعاوني بشي حاجة اللي غادي نخدم بها. الرقم ديالك اخويا ديال التليفون صفر تاعك ستة واحد وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعين ستة وعشرين. شفتي في الله يجزيكم بخير. كنتمنى منكم حتى اخويا، كنتمنى منكم الله يجزيكم بخير انكم تساعدوا هذا الشاب وتساعدوا هذه العائله هذه. كيف ما شاهدتوا معنا شاب في مقتبل العمر يلاه 24 سنه مازال الحياه كامله قدامه، وكيف ما كنشوفوا هاز واحد الحمل ثقيل، خصوصا كون كان خدام راه غيلقى باش انه يصرف على الوالدين ديالو، ولكن للاسف ما خدامش، كيخدم غير في المقبره. يعني كنعرفوا في المقبره راه نهار كيصور نهار ما كيصور والو، ياك اخويا كاين نهار اللي ما كتصور حتى درهم، يعني كاين النهار اللي كيصور كاين النهار ما وكاين اللي كتصور ما فيه كيصور والو، حتى شي كاين حاجه، النهار اللي ما كيجي فيه حتى شي واحد وكيف ما يصور، كاين النهار اللي كتقدر تصور فيه مثلا 80 درهم، اللي كيعطيك 1000 فران ياك 20 درهم. يعني ما كنت ماشي كنخدم كنبني ولا كندير شي حاجه، كنبيع غير الماء، واش فهمتيني، كنبيع غير الماء للناس ولا يعني كتصبغ الزهور، القبورة ولا ولا نصبغ قبار، ولا نجيب التراب مثلا، ولا الغارس، ولا فهمتيني، قليل اللي كيبغي الغارس، ولا اكثر كيبغيو غير الماء. يعني كنتمنى منكم مشاهدي قناة شوف تيفي الله يجازيكم بخير، تحنوا في هذه العائلة هذه وتساعدهم، محتاجين لكم انكم توقفوا معاهم في هذه العواشر هذه. كيف ما شاهدتوا الاب ضروري ليكوش ضروري ياك اخويا، خاص ضروري يا اخ شاهم شي يشوف الحال ديالو كي داير. يعني كيف ما شاهدنا مشاهدي قناة اللي كوش والله من شوف تيفي بدري اخي اللي اللي فاتح اخويا كاين عنده وحده، اقسم خلي بالله اخويا العظيم خلي قلت لك بدلت لي هادي اللي كوش، ولكن مازال لي ايامات الاولى كنبدلوا لي لي كوشي، كاين ثلاثه لي كوشي في النهار، اما دابا ولينا كنديروا لي لي كوشي واحد النهار كامل. انا عارف لك دار وغادي تشوف لي يخليه كراسي مسكين كامل يخليه طيب، يخليه مسكين كامل دارو طيب، يعني ما كنديروا لي لا بومادا لا حتى شي حاجه، علاش حد الظروف ما معروفه عندي، يعني حتى البومادا للظهر حتى البومادا ولا اي حاجه فهمتيني، ولا الدو ديالو ولا الدوره الدمويه اللي غادي ناخذ لي الدو في الاول كيبغي الطبيب تاخذ لي الدواء على الدوره الدمويه، حيت هو طارح الفراش ما حيت كاينوش ما خاصني كيتقل الدم يتمشى فيه. يعني هو ما كان ناخذ دابا حتى الدواء ما كنقدر ناخذ لي الدواء اللي هو رخيص ما عنديش باش ناخذ لي، حيت لو غادي تدي لي الدواء ما غاديش نلقى من ناكل انا لا هو لا امي. لا حول ولا قوه الا بالله، كي ضرو كسري في رجليك بزاف ما كتقدرش ما كيوقفش، يعني لا دواء لا حتى شي حاجه. يعني كنتمنى الله يجازيكم بخير مشاهدي قناة شوف تيفي، بغينا الناس المحسنين اللي داخل وخارج أرض الوطن الله يجازيكم بخير، تحنوا في هذا الشاب هذا وتساعدوه باش أنه يعالج الأب ديالو، واخا غير فليكوش غير فليكوش في المصاريف في المعيشة، شي خدمة يعاونوه بها، شي خدمة تكون اللي تكون مستقرة ويكون فيها واحد المدخول قار. يعني كنشوفوا دابا 60 درهم 70 درهم شنو غادي دير لك في هذا الغلاء اللي كاين، يعني دابا راه واحد كيخرج طول الحياة ديالي وعند ربي نوقف ونقول هذاك الشيء اللي دار معايا أقسم بالله العلي العظيم خير، ومعمري ما غادي ننسى كيف ما يوقف معايا وكيف ما غادي يديرني خوه، ولا غادي يديرني اختها دري، غادي يديرني خوها ولا دري غادي يديرني خوه، غادي يوقف معايا اقسم بالله. انا ما عندي لا خويا لا اختي، كيف ما غادي توقفوا معايا خير خير اللي غادي ديروا فيها، معمري ما غادي ننسى طوال الحياه ديالي. يعني كنتمنى ان شاء الله خويا تلقى ناس محسنين اللي يوقفوا معاك ويساعدوك. الرقم ديال هذا الشاب هو 06 31 33 40 26، الرقم ديالو هو 06 31 33 40 26، اللي غايدير هذا الخير على الجزاء ديالو غيكون كبير مع الله. الله يجازيكم بخير، عاونوا هاد الاسره نقدوهم ساعدوهم، محتاجين ليكوش محتاجين اللي يعاونهم في المعيشه ديالهم، ومحتاجين ايضا اللي غادي يعاون هاد الشاب باقي صغير 24 سنه باقي يخدم باقي بزاف ديال الامور، ولكن للاسف ما كيلقاش الخدمه. نداءنا ايضا لشي واحد اذا كان غادي يخدم هاد الشاب يتصل به يخدمه، حيتاش باغي تخدم اخويا ياك، ولكن ما كتلقاش كيمشي بغا تريبورتور ما كيلقاش، بغا اي حاجه باش انه يخدم، للاسف كاع البيبان تسدو في وجهو. كنتمنى الباب ديالكم نتوما الناس المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن تعاونوا هذا الشاب وتساعدوه. الرقم ديالو هو 06 31 33 40 26، هذا هو الرقم ديالهم. وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا نهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو في مباشر اخر. بالسلام عليكم.